لحظات وتنطلق الجياد. فتحت البوابات واندفعت الجياد المنتجة محليا عمر 4 سنوات التي بل المفتوح لجميع الدرجات في شوطنا الخامس على مسافة 2400 متر على جائزة سليمان بن حسن الحسن التقديرية على بركة الله تعالى. وكما تشاهدون الآن مشاهدين الكرام سهم السماوي في المقدمة في هذه اللحظة والمرور من أمام المنصة الرئيسية وكذلك اتفاقية في المركز الثاني والمركز الثالث يذهب لمصلحة سقراط مع بداية هذا الشوط. اتفاقية المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط تتمركز في المركز الثاني وسهم السماوي المرشح الثاني في قائمة ترشيحات هذا الشوط يتمركز في المركز الأول في هذا الشوط مع محاولة لسقراط أيضا لأخذ المركز الثالث مركز متقدم. المركز الرابع لشبل السحاب في هذا الشوط مع محاولات لسهم السماوي كما تشاهدون الآن. المحاولات الآن بدأت من الخارج لرقم 6 سقراط لأخذ المركز الثاني من اتفاقية في هذا الشوط مع المنعطف الأول في شوطنا الخامس في هذا الحفل مشاهدين الكرام مع محاولات لسهم السماوي وكذلك لويس موراليس لملاحظة الجياد الأخرى خلفه في هذه اللحظة. اتفاقية في المركز الثالث في هذه اللحظات المركز الثاني لسقراط والمركز الرابع لشبلة سحاب في هذه اللحظات مشاهدين الكرام مع محاولات لسهم السماوي لعدم الركون أيضا والتأخر إلى مركز متأخر المركز الأول. الآن بدأت الجياد في هذه اللحظات مع المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظة سهم السماوي وبدأت تشتد المنافسة في هذا الشوط مشاهدين الكرام. في هذه اللحظة اتفاقية تحاول الآن المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط في المركز الثاني مع محاولات لسهم السماوي لعدم الركون والتراجع في هذه اللحظة الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. سهم السماوي واتفاقية في المركز الثاني ومحاولات لسهم السماوي للحفاظ على المركز الأول. اتفاقية المرشح الثاني في قائمة الترشيحات والمرشح الأولى المركز الأول للمرشح الثاني والمركز الثاني للمرشح الأولى في هذا الشوط. سهم السماوي للمركز الأول اتفاقية تحاول وتحاول إنما سهم السماوي للمركز الأول بكل قوة من البداية وحتى النهاية ما شاء الله تبارك الله. إذن شبل السحاب في المركز الثالث سهم